طيب نروح لفقره السبوره. هتجهز لفقره السبوره حاجه؟ ربنا يستر. ربنا يستر. بس شكلك اكنك متمرس على اللقاءات التلفزيونيه، ما حسيتكش يعني؟ ده انا على طول في التلفزيون، ده صبح وليل في التلفزيون. طيب دي حاجه عظيمه. يلا بينا السبوره. شفت المزيكا المزيكا دي و خض على طول. اسعى للترشح في انتخابات اتحاد الكره المقبله، نعم ام لا؟ نعم. بس نعم. بفكر يعني. بتفكر مع اي جبهه من الجبهات؟ اتمنى انزل مستقل. مستقل. درست الموضوع كويس في قصه مستقل دي؟ والله يعني الواحد عنده رؤيه. والله لو ربنا كرم والرؤيه دي عجبت الناس او عجبت الجمعيه العموميه ربنا يكرم. يا رب اتمنى لك كل توفيق، ونبقى كسبنا كادر جديد ووجه جديد. الله يخليك. اقسم بالله انا لو عندي صوت في الجمعيه العموميه انت اخدته. الله يخليك. والله العظيم. الله يخليك. اللي بعده. إيهاب جلال أبلغ لاعبي إم بي برحيله للزمالك في التدريبات، نعم أم لا؟ هو ده اللي بيتقال يعني. هو ده اللي بيتقال. هو ده اللي بيتقال. مجلس إدارة إم بي كان يرغب في عودة إيهاب جلال للفريق قبل حلمي طولان، نعم أم لا؟ طرح؟ مش قبل حلمي طولان، يعني في فترة ما من قبل كمان كابتن حلمي طولان. في فترة ما قبل كمان. صراحة. ماشي. اللي بعده. لولا إيهاب جلال لما ظهرت موهبة الثنائي صلاح محسن وقفشة الثلاثي عفوا صلاح محسن وقفشة وحمدي فتحي، نعم أم لا؟ أقول نعم طبعا. لأن هو كان السبب أساسي بشخصيته التدريبية أنه هو فعلا يعمل صلاح محسن ويعمل حمدي فتحي طبعا. اللي بعده. محمد فضل هو من أنهى صفقة انتقال حمدي فتحي للأهلي؟ هو من بدأها. هو من بدأها. أنهاها أمير توفيق وكابتن عدي قايطر. مظبوط. اللي بعده. مجلس إدارة إم بي لم يتوقع أن يتجاوز انتقال صلاح محسن حاجز ال 30 مليون. يعني إيه لم يتوقع؟ يعني ما كنتش متخيلين إن هو ممكن يتباع جوه مصر ب 30 مليون جنيه. لا هو لما كانش يتباع جوه مصر بالرقم اللي إحنا بعناه بيه ما كناش هنبيعه في مصر. حتى ولو كانت رغبة اللعيبة. طبعًا. يعني عشان فرق هيبقى كبير قوي. اللي بعده. قال انتوا عمالين تصرفوا من صفقه صلاح محسن على اللعيبه لحد دلوقتي. مش قوي يعني. انت عندك صلاح محسن وعندك حمدي فتحي وعندك قفش. الدنيا حلوه يعني. والله بيتصرفوا. والله العظيم مش عايز اقول لك ان هم يعني عندنا لا عندنا مصاريف كتير. عندنا يعني يا عيني الناس افتكرت ان صلاح محسن هو اللي اخذ ال 40 مليون. فالناس باصين له، فقول له قلت لهم يا جماعه ما تبصوش، بصوا لايه؟ بصوا لنادي ام بي، الفلوس راحت النادي ما راحتش عند صلاح. بالظبط، وراحت النادي وطلعت على طول. انت عندك ضرائب وعندك خدمات بتقدمها وعندك وعندك وعندك. لا الفلوس ما بتصرفش، بتصرف في اوجهها. في اوجهها يعني. صحيح. نضطر لبيع اللاعبين للاهلي او الزمالك بسبب ضغط القطبين على اللعيبه؟ لا احنا ما عندناش. احنا بقول مش عشان الضغط. لا مش عشان الضغط ولا اللعيبه ولا الاهلي او الزمالك. احنا منتهى الشفافيه بنتعامل مع الكل. اللي بعده. مجلس اداره ام بي وقف امام حلم رامي صبري بالانتقال للاهلي. ما من وجهه نظر رامي هيبقى حلم رامي صبري. ماشي. انما حلم ام بي كان هو ما يبيعش رامي صبري. ما يبيعش عشان يفضل قاعد. عشان الفريق يعني. اللي بعده. اتمنى عوده صالح جمعه لام بي مجددا. لا دي يعني ما تعرضتش؟ لا ما تعرضتش. عليكوا كمجلس اداره؟ لا وما حدش فكر فيها كمان. ما حدش فكر فيها. يعني مش مطروحه دلوقتي حتى. مش مطروحه. اللي بعده. محمود جاد. محمود جاد يستحق حراسه مرمى المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، نعم ام لا؟ طبعا. محمود جاد من حراس المرمى المتميزين جدا جدا جدا، وليه مستقبل. وهنفتكر المستقبل ده بعد فتره ان هو هيبقى ب 40 مليون ولا كام؟ لا ممكن نعلى بقى. 40 مليون ده ماضي. 80 بقى. هي مش 40 عشان نبقى فاهم، ما تاخدش مني كلام. 37 ونص. مش هقول. ليه ده بيقول لك لما بتمر سنه على الصفقات ينفع تقول؟ لا هو حبس. لا. اللي بعده.
الاختيارات، ما ينقص ام بي للتتويج بالبطولات مجددا؟ ان اللعيبه ما تمشيش، ولا انه اللعيبه ان المدربين ما تغيروش كتير، ولا سبب تاني من وجهه نظرك؟ يعني هو طبعا الاستقرار هو اهم حاجه، الاستقرار في يعني ممكن نعمل كوكتيل، يعني عدم يعني رحيل على طبعاً بقاء المدرب بالظبط. اللي بعده، افضل مدير فني تولى قياده ام بي في الفتره الاخيره، علي ماهر، ايهاب جلال، حلمي طولان. هزعل الناس منك كده سؤال ده. انا لغايه دلوقتي حلمي طولان، لغايه دلوقتي حلمي طبعا طولان. يعني احنا في المركز السادس دلوقتي. لاعب بتتمنى ضمه من الزمالك، عبد الله جمعه، ولا طارق حامد، ولا مصطفى محمد؟ لا، مصطفى محمد. مصطفى محمد طبعا. مصطفى محمد عشان صغير في السن، عشان صغير. واحنا بندور دايما على ايه؟ على اللعيبه الاستثمار البوتنشال يعني. طب ولاعب بتتمنى ضمه من الاهلي مين؟ محمد الشناوي، ولا حسام عاشور، ولا وليد سليمان؟ ثلاث لعيبه خبرات. طبعا يعني اتمنى ثلاث لعيبه طبعا. ثلاثه يعني بس لا يعني مش عارف اقول لك مين بالذات، لان محمد الشناوي طبعا عندنا، محمود جاد ماشي. طب بلاش، بص، لاعب بتتمنى ضمه من النادي الاهلي ومفيش اختيارات، قول اسم من عندك. ايه رايك؟ بس سهلتها لك كده. محمد شريف. محمد شريف. شفت ان الموضوع سهل ازاي؟ مش حاجه، عشان تبقى بسيطه وبسيطه. والحوار خلص اهو وانتهى ومفيش اي حاجه. ربنا يكرمك، الله يخليك. حضرتك شرفتني ونورتني. ده نورك. وانا سعيد جدا جدا بيك، شخصيه محترمه جدا وهادئه وواضح انك مرتب جدا جدا. الله يخليك. ولذلك انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالتالي سعيد بالحوار ده، وبتمنى لك يا رب دايما كل توفيق. وزي ما قلت لك، خش انت بس اتحاد الكوره هتلاقيني انا معاك. تسلم، تحرمش يا رب. احنا في الاول وفي الاخر بنشتغل عشان مصر. صحيح. فربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. بشكرك، شكرا جزيلا جدا جدا. الله يخليك. ده كان حوارنا مع الاستاذ محمد خالد غرابه، عضو مجلس اداره نادي امبي. وبالمناسبه كمان خلوني اشكر مجلس اداره نادي امبي بالكامل، والاستاذ زكريا السيد رئيس النادي، على اضحيتهم بقى الفرصه لينا ان احنا نتحاور ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. والراجل حقيقه منظم جدا جدا كمان في اجاباته وفي طرح رؤيه مجلس اداره امبي، الرؤيه المؤسسه للحياه يعني لا تمتلك الا انك تقدرها بشكل كبير. انا بحترم جدا يعني ان يكون عندك وجهه نظر، مش شرط وجهه النظر دي تبقى انا متوافق معاها او غيري ضدها، بس انك تكون عندك اليه للتفكير، وان انت تبقى عارف كويس انك كنادي مؤسسي مالكش في التكتلات، وجهه نظرك هي خدمه الكره المصريه وقتما تحين الامور. ده في حد ذاته معناه انه في شخصيه مستمره للنادي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا فقره اخرى حواريه مع الكابتن احمد مجدي، نجم نادي الزمالك السابق ونجم النادي الاهلي الاسبق. خليكم معنا.